الإخوان نجوم العصر الذهبي، وكان المدرب ما شاء الله مدرب العصر اللي فزنا فيه معاه وخذينا كم بطولة. احتفلوا معاه وودوه مطعم في المباركية مشهور وتغدى سمك واستانس مع أخونا جاسم الهويد والكثير من اللاعبين من نجوم العصر الذهبي. نشوف هذا التقرير. هذا ضيفنا من الان ما شاء الله. يستاهل ما شاء الله. أعزائي المشاهدين.